السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل الشباب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورون في نكديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار المحترفين وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنسوش بارطاجوا الفيديو تاعنا ودونا بيتريك خاوتي باش تفاعلوا إن شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله. خوتي ما تنسوش كالعادة تنضموا لنا إلى قناة السفر والسياحة هو ريفلوغاز. ماذا بكم تابونو تشوفوا لي فيديو، ولي بروشان جو عندكم دي فيديو شابين غادي نديرهم، كل 3 أيام 4 نديرو دي فيديو شابين. ما تنسوش تدخلوا عندنا وتشتركوا فيها، هتكون فيها حاجة شابة خاطئة. الرياضة فيها، السفر فيها، كي تدير تروح ديك البلاد، الفيزا أمور، وحتكون عندها قيمة كبيرة بإذن الله وفايدة لكل المشاهدين تاعنا. أولا خاوتي، فوتي اليوم للأسف حنتكلم على، سمحوا لي سي علي نعاود لكم، سمحوا لي خاوتي ما طقناش نجيب لكم حاجة اللي اوغمونتي المورال. للأسف شرات فضيحة في الفاف، بطلها كاين فضيحتين كما يقول، فضيحة صرات بطلها الدي تي ان ولكن الشيف تاعهم هو عمارة، وفضيحة أخرى بطلها عمارة الفاف المعين. حنتكلموا على هاد الأمرين. أول حاجة حنتكلموا الفضيحة اللي دارتها المديرية الفنية الوطنية اللي ما جوش كانت نومت، مازال ما تنحات، تعرف غير دير غير تمد غير لي ديبلوم، هادي ما كان والو. صاي لها كيما الاولى، مام تاع قريشي زيرو تاع وقت الغراوه، باش تكونوا فاهمين، مام لا دي تي تاع وقت الغراوه مع قريشي كانت تاني غير تاع ديبلوم، ما فيها حتى فايده. هذا باش نكونوا متفاهمين، باش ما نقولوش كذا وكذا. وجابوا لنا بعد، جابوا تيكانوين متيقر، عاود جابوا سعدان وشارف تحركت شويه، عاودوا ما طاق لهم زطي واش طردهم، عاودوا جابوا لنا هذا عامر شافي ختاباتنا اللي يقولوا اطار مليح ولكن جاي منبطح. عاش الملك، مات الملك، مات الملك، عاش الملك. كان يكونوا لي جوار تاع برضه بالعشره بالعشرين، ودروك جا نورمال لو سيستم تاع ساتشي راه يعاود فيه هو ورئيس الفاف خارج مجلس التغطيه. بس رئيس الفاف اصلا انسان كما يقولوا مريول، هاد السؤال يعجبوه، ولكن حنا عندنا حرمه، عندنا تقاليد جزائريه. الفضيحه خاوتي البارح لعبت مباراه في سيدي موسى، البارح ولا اول امس، المهم البارح لعبت مباراه خاوتي بين منتخب النسوي بقياده فرتو اللي دارت فضيحه في اليمينات في الكان تاع الغانا وخلاوها هي. وللاسف زاتشي طرد احسن مدرب طرده اليبوك، نسيت اسمو هذاك كش عام، نعم هو اللي اسس هذا المنتخب النسوي، طرده وجاب لنا هادي فرتول. مازال راهي قاعده، جو سي با، كانت في البيرو فيديرال ومازال راهي قاعده، ما على بالناش علاش راهي قاعده. غادي تشوفوا خاوتي داروا مباراه صرات تلعبت بين المنتخب النسوي وفريق اصيل مديه للرجال، انسى مع الرجال، تحت اشراف راضيه فرتول بحضور المديريه الفنيه الوطنيه على راس عامر شافق والمكلف بالاعلام واخرون، وذلك بالمركز التقني بسيدي موسى. الرجال ما عندها عيب، وانا في سي محمد الشيطان في الصيف ما قدرتوش تجيبوا مباراه تلعبوا مع النساء، ما قديتوا لها شادير، ما قديتوش تجيبوا مباراه دبروا نساء يلعبوا، تجيبوا لهم الرجال اللي يكون فرونت تحكاك حبوب الكعله. هذه كي نسموها، هذه قله احترام، هذه قله احترام للكره الجزائريه. صاير الرجال راهم يلعبوا مع النساء، اندفاع البدني حاضر، اختلاط الفاصل، اختلاط اثناء اختلاط في الفلي كونفرون، في الماركاج، خميس كي يدير في الفلي كونفرون ماركاج صوالح، كي غادي يدير؟ جيبوا انت راجل طايب في الحمام، جيب له انت بيتي تحت، هنا الشيطان، نور الشيطان يا ناس، احشموا على عرضكم. ما قديتوش تجيبوا منتخب نسوي، راه هضر علينا، هضر عليها خونا باديس في السيت تاعنا، دوك من بعد نبارطاجوها لكم. هذا كلش وضحه، ها فضيحة مدوية وسابقة تاريخية وضرب قيم الدين عرض الحائط. عنده صح خويا باديس هذا في السيت تاعنا تاع اورونفينك.كوم. مرة أخرى تعجز الفيدرالية الرئيس المعين على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة
حتى عن برمجة مباراة ودية للمنتخب الوطني النسوي أمام منتخب أو فريق نسوي. فضيحة أخلاقية أخرى هذه المرة من العيار الثقيل، قبل أن تكون كارثة رياضية مقابلة كروية بين المنتخب الوطني النسوي وفريق أصيل المدية للرجال الذي انتهى بفوز الرجال على النساء بخماسية مقابل هدف يتيم 5-1. الرجال كوروهم 5 ضاربين عرض الحائط قيم وأخلاق المجتمع الجزائري. حفرتو انتيا بالحجاب أختي، حفرتو أختي بالحجاب انتيا، أو جيب الرجال يلعبوا معاك. وهو ضارب عرض الحائط قيم وأخلاق المجتمع الجزائري المحافظ، وسابقا لم يسبقهم إليها لحد من لهنا غلط بهذه زعما زاتشي تاني كان يجيب لي جنت عبارة يلعبوا مع نسا تاني دارت وقت زاتشي وهضرنا عليها ولكن لا حياة بما تنادي. وكأن الجزائر التي يفوق حجمها قارة لا يوجد فيها فريق نسوي ليتبارى معه المنتخب الوطني للنساء. كارثة أخرى تضاف إلى كوارث الفيدرالية التي مهمتها الأساسية لمعيشة البذخ بين الفنادق، فنادق الفاخرة والبريستيج والسفاريات والسيلفيات وصحيح. هذا ما يدير هذا عمارة حتى تكمل العهدة تمنية ويكمل الدراهم، هذا ما كدير عمارة خويا. ولا تسير تاعك وبروجيات والناس كانوا يهلهلوا لك في رمضان، هذا رئيس غادي يعاود ما كان والو. وفرت اختي دايره حجاب انت يا جد اكسبتي تلعبي مع التراريس رجال مع النساء يتحكوا هانو الشيطان يعني. هذه انت ما دخلش كاع في الاصاله تاع الجزائريه فاضيه هذه يعني ميش ما قال لك بابيكم غدرهم انتم راديتيا ان لم تستحوا فافعلوا ما شئتم، فافعلوا ما شئتم. اش ما نقول لكم راكم خارجين لها طاي طاي وصاي تاكلوا في مال الشعب، الناس ما لقاتش الاكسجين، الناس ما هي لاقيه باش تفوت، وانتم تلعبوا بالملايير تاع العفاف. خويا كاين كوفرتير، الدوله ما بغاتش تجيب لنا واحد الناس بالاب. هذه هي للاسف رغم يقولوا الرجال لعبوا مع النساء مع الكبار في السينيور. هيا راه انت سلك هذاك، روحوا الدوزيام شي خاوتي اللي غادي نتكلموا عليه هو فضيحة رأس الفاف المعين اللي تكلمت عليها انا. الفضيحة عندي شهرين ما تكلمت عليها والناس ما حبش تهضر عليها، كان دروك قاعدين يكتبوا فيها. هي رئيس الفاف المعين عمار شرف الدين يرسل مديرة المالية فاطمة بادلس لحضور اجتماع اتحاد شمال افريقيا بالمغرب عوض ارسال رئيس اللجنة الاولمبية رشيد اوكالي. عمارة ارسل يوسف كودري معه رئيس لجنة المسابقات في الفاف وأيضا رئيس حاضرة السيارات للفاف. هادو في ثلاثة راحوا نورمال، راحوا تحواس مع فاغيليزون بريستيج سانك اتوال ايوا ولي فاكونس باسكو ماش كاين لي فاكونس في الجزائر كلشي مبلع. كان صايت الحال سون بيتي كاع راهم ينحسو، والله يا الخاوة كاع راهم ينحسو سون بيتي. انا فاهمين والو واش راه صاري في هاد الفيدرالية. لا حياة لمن تناتي، لا حياة لمن تنادي. ولكن شنو ما يقولوا ما رئيس فيدرالية تاع بريستيج مريول ما على بالك. قلنا لكم بلي هاد المرأة طاها لوطو وطاها 20 مليون صالير، هضرناها في مواد ماي عندنا فضيحة. قلكم بلي هادي ماشي كومبيتون كاع حابسة، لي كومبيتون طردوهم وجات هادي حابسة في الطومة 20 مليون صالير لوطو. من بعد بعثت لي مع واحد اشخاص حبت دير معايا كونتاكت لو سي با، قالت فلان فلان سقساو منا وانا نشوف فيها ترافيس. يا اختي انا ما قلتلكش دير لوطو، انا ما قلتلكش دير صالا 20 مليون، انا ما قلتلكش تمري لي كاع هكا. ما كشفت لا صورتك، ما كشفت اسمك، حتى دروك داروك بلي راح شدك ديال المغرب. على ما يروحش رئيس لجنة المالية اوكالي، على ما يروحش. وانت باي صفة دي جامي صرات موظفة عفاف تروح للمغرب من بعد بغا يديرو قالب قال كانت انفيتي. هذه قديمة تاع كانت انفيتي، ما يعرفوهاش كاع هي، يعيطو تاع اللجنة المالية. ولكن عمارة باش يقلش هاك تعرف يبغي يقول لها واش بغيت تبرديخ ارسلها هي، خاصهم شي ناس قبوه ويجي ناس يديفوندو على عمارة يقول خلوه يخدم ونخليه يخدم. سينا خلي لها بابا راك تشوفو كي راهي صالي في داس ما صاري والو، فضيحة مور فضيحة. مازال نعطيكم شرح خادم اللي بدا نعطيكم كاع الفضائح تاعو، ويجي ناس يضربو عليه يقول كذا وكذا. يا روح ربي يهديكم يا لطيف، اللهم استغفر الله الغفور الرحيم. على بالك والله يا رب هادو في مداحات وهاد الشياتي ما بانش باي مصنوعين. المهم خليها تمشى بلاد خاليه الله يهديكم. هيا هذا دوك راهي قلبها تمرير مريوله تاع سلاح المغرب، هي مريول تاع سلاح المغرب ما عندها حتى، راح تغير تحوسك. هي مغمومه خاصها باكون، قلت لها مغمومه بالروح
اسالها المغرب مع انسى كولي واشربي من رزق ربك. راهي مغمومه، قالت لها راني مغمومه كرهت باغي نخرج، عندي مده ما خرج من كورونا. قال لها يا روحي روحي. وتاع شهر داير عمارة ولافير تاع بروجي تاع سيدي موسى قري قري وكذا وكذا وكذا، ولكن كاش محاسبة انا فيه. زطي واش داير اكثر منه؟ كاش ما تحاسب، كاش ما داروا اوديت. هذه هي الجزائر، هضرنا على الصطاد كاش ما هضروا، كانوا والو فساد. واش هي تجي يمحونا انتايا ما تبغاش خارج الجزائر؟ انا نفضح الفساد ونفضحكم اليوم وغدو ولا عليه، وانتوما قعدوا تاكلوا في السحت ودعوة الشر والمدحات نايضيننا يحوسوا ياكلوا. يا تقسم لك بالله نبعث لكم حلقه هنا سكارة، نبقى نفضح خاصكم. انا ما انا ماني عايش غايه الحمد لله بتجارتي باموري، نقعد انا نديرها لكم هنا باسكو انتوما دايت هاد العباد هادو اللي يضربوا على يضربوا على الفاسدين. قال لك هادو هما دايت مش موش غير حتى الجنه باسكو يبغوا الفساد. عشينا وحنا انتوما حنا مع بوتفليقيس وزاد معنا هادو. ايوا عجبكم الحال اللي يتزوج منكم هو ابوكم، والله الله يتربحكم ان شاء الله. فوالا خاوتي هذا هو رئيس الفضائح. شباب نديرو ربي نجينا من هذا الفيديرات العار، ربي نجينا منها. شباب يقولوا الوقت بين باللي غادي من بعد نحكي لكم شنو صار بيرو فيديرا اليوم والكوارث وكنعيط يعطوني كاع شاصره باذن الله. تحيه لكم خاوتي وانتم في الفيديو، والسلام عليكم.